صفقة غواصات فرنسية لاستراليا بقيمة 56 مليار يورو تدخلت أمريكا في الأيام الماضية فألغتها. وبعد أن وصفت باريس التصرف الأمريكي بطعنة في الظهر، عاد وزير خارجيتها لفتح ملفات وأسرار واشنطن في المنطقة، ولعل أبرزها مجزرة ميليشي أسد الكيماوية في الغوطة منتصف 2013 ودور الإدارة الأمريكية السابقة بإفشال مشروع لمحاسبة بشار ونظام. وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان وفي سلسلة تصريحات على وسائل الإعلام هاجمت البيت الأبيض والإدارة الأمريكية، قال في لقاء مطول لصحيفة لوبان إن ارتكاب نظام أسد للهجمات الكيماوية شكل انطباعا مأساويا لم يسبق له مثيل، وإن الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا أولاند طلب منه بوصفه وزيرا للدفاع حينها إعداد خطط مع رئيس أركان الجيش لمحاسبة نظام أسد على مجزرته، مضيفا أن مشروعا ثلاثيا أعد بين أمريكا وبريطانيا وفرنسا لمحاسبة نظام أسد على مجزرة الكيماوي وفظائعه بحق السوريين. إلا أن تراجع الرئيس الأمريكي باراك أوباما في اللحظات الأخيرة رغم حصوله على تفويض الكونغرس شكل صدمة كبيرة للرئيس أولاند وفريقه الوزاري والعسكري. تصريحات لودريان المتأخرة تتقاطع مع شهادة بيل رودز مستشار باراك أوباما في كتابه الشهير العالم كما هو عام 2018، والذي اعتبر أكبر فضيحة للبيت الأبيض وأسرار العلاقة الحميمة لباراك أوباما مع إيران. وبحسب رودز الذي استلم الملف الإيراني، إن حجم كره أوباما للعرب كان غريبا عجيبا بما فيها عبارات الشتم والتحقير واتهامهم بالتخلف في مقابل إظهار إعجابه بإيران وحضارتها، فيما يؤكد الكاتب حول مذبحة الغوطة الكيماوية أن أوباما لم يستعمل الخط الأحمر لحماية السوريين من مجازر بشار وإيران بل لتعزيز موقفه بالمفاوضات السرية مع طهران، مضيفا أن أوباما منح إيران بالاتفاق النووي عام 2015 مداخل مالية تزيد عن 400 مليار دولار. اليوم يعود أوباما إلى البيت الأبيض من خلال نائبه السابق أي الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن. بايدن الذي أضخم إدارته باللوب الإيراني كانت أهم إنجازاته بخصوص الملف السوري إحداث خرق بقانون قيصر والسماح بدخول الغاز الإسرائيلي المصري إلى نظام أسد. ومع اقتراب انتخابات مجلس النواب الأمريكي وتوقعات بفوز الجمهوريين، يبقى التساؤل عما سيفعله الجمهوريون